أهلنا الكرام، أهلا بكم من جديد من هنا من منتجع السلام جراند بولاية البريمي. هذا المنتجع الذي احتضن انطلاق فعاليات ملتقى الصحفيين والإعلاميين هنا في محافظة البريمي، الذي جمع أكثر من 100 صحفي وإعلامي من محافظة أو من ولايات مختلف محافظات يعني السلطنة، والإعلاميين أيضا في مختلف وسائل الإعلام. هذا الملتقى الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية ممثلة بلجنة الصحفيين بمحافظتي الظاهرة والبريمي وبشراكة مع مكتب محافظ البريمي. نقف الآن في إحدى أيضا الأماكن أو الزوايا التي تعد أيضا من برامج وفعاليات يعني الملتقى هنا في المعرض الفني، وتفاصيل أكثر عن هذا الملتقى مع الفاضل الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس لجنة الصحفيين لمحافظتي الظاهرة والبريمي. دكتور مساء الخير، وبداية نبارك لكم انطلاق يعني هذا الملتقى، انطلاقة مميزة حقيقة شهدناها، وهذا أكيد يعكس أيضا حجم الاستعداد الذي أيضا بذل في الفترة الماضية. جزاك الله خير أخي أنوار، وشكرا جزيلا لتلفزيون سلطنة عمان على وجوده في هذه التظاهرة الإعلامية الجميلة التي فعلا تم الإعداد لها إعدادا جيدا من قبل الأخوة، وكان بمتابعة حثيثة من قبل سعادة السيد المحافظ. بكل أمانة يعني شهدنا خلال الفترة الماضية حراكا اجتماعيا لتنظيم هذا الملتقى، مما لاحظتم ولله الحمد أن هنالك كان تنظيم جيد، وكان انطلاقة مميزة لهذا الملتقى بحضور كثيف من قبل الإعلاميين على مستوى السلطنة، ناهيك أيضا من قبل المسؤولين والشراكات التي لاحظناها، وأيضا تنوع الفعاليات والمناشط التي سيشهدها هذا الملتقى في يوميه الثاني والثالث إن شاء الله. سلطان، أبرز أهداف يعني الملتقى التي بكل تأكيد حرصت من خلال البرنامج المعد على تحقيقها بعون الله؟ طبعا هنالك الكثير من الأهداف. الأمر الأول هو تسليط الضوء على محافظة البريمي والفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في محافظة البريمي، وأيضا ما تمتلكه من تسهيلات لدى هذه المحافظة، كذلك أيضا أن يكون هنالك إعلاميين من مختلف محافظات السلطنة من مختلف الوسائل الإعلامية يأتوا إلى هذه المحافظة، وبالتالي يركزوا على كل المقومات الموجودة ومواطن القوة الموجودة في هذه المحافظة، سواء كان على مستوى الاستثمار السياحي أو الاقتصادي أو ما تشهد هذه المحافظة من مواقع سياحية واقتصادية وأيضا تاريخية. أتوقع أن هذا الجانب أمر مهم. طبعا محافظة البريمي تتميز بموقع مهم، وهي بوابة السلطنة بالجانب أو الجهة الشمالية الغربية، وبالتالي قربها من ميناء صحار، قربها من دولة الإمارات العربية، تمكن ووجود الكثير من التسهيلات الموجودة في هذه المحافظة، والمطالبة أيضا من الأهالي من خلال ما لمسناه من خلال الجلسة الحوارية والمسؤولين على المطالبة طبعا بوجود تسهيلات أكثر تضمن أن تكون هذه المحافظة مركز استقطاب للمشاريع القادمة. نعم. إذن ولايات المحافظة الثلاث وأيضا مشاريعها المختلفة ستكون بكل تأكيد وجهة للإعلاميين المشاركين هنا. دكتور سلطان، تعطينا نبذة عن أبرز الفعاليات الملتقى خلال أيام الثلاث. طبعا الملتقى سيكون ما بين اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة. اليوم شهد الافتتاح بحضور أكثر من 100 إعلامي وصحفي على مستوى السلطنة، أيضا شهد أيضا مجموعة من الفعاليات، أبرزها كانت الجلسة الحوارية التي شارك فيها عدد من المسؤولين هنا بالمحافظة وأيضا فئة الشباب، أبرزوا من خلالها أيضا مدى الفرص الاستثمارية الموجودة في محافظة البريمي وتطلعاتهم خلال المرحلة القادمة ورسالتهم إلى حكومتنا الرشيدة بإعطاء هذه المحافظة العديد من الصلاحيات لكي تعود زاهية مثل ما كانت في السابق. وأيضا من خلال الفترة القادمة أيضا سيكون يوم غد سيشهد البرنامج سلسلة من الزيارات الموجودة، زيارة إلى جامعة البريمي وزيارة إلى كلية البريمي الجامعية، وكذلك إلى المنطقة العامة للمناطق الصناعية مدائن، كذلك ستشهد زيارة أيضا مجموعة من المواقع السياحية. أيضا ارتأت اللجنة لجنة الصحفيين بمحافظتي الظاهرة والبريمي طبعا وعلى
على رأسها أيضا جمعية الصحفيين كمجلس إدارة أن تكون هنالك برامج أيضا للجمهور. فغدا دعوة صادقة لكل أهالي محافظة البريمة والمناطق القريبة أن ستكون هنالك فعالية جماهيرية رائعة في حديقة البريمة العامة. هذه الفعالية ستحتوي على الكثير من المناشط، منها فرق الفنون الشعبية، ستكون أيضا هنالك مجموعة من الأهازيج، سيكون هنالك معرض للصور، سيكون هنالك أيضا مرسم للأطفال، وستختتم أو سيكون أيضا يوم غد في منتجع شرم هنالك ليلة ترفيهية جميلة سيتحاكم في من خلالها طبعا الطبيعة مع أيضا الحرفيين الموجودين، مع النساء التي يعني يمارسن الكثير من الحرف وأيضا المأكولات العمانية، وسيكون هنالك ليلة فنية أيضا ساهرة يستمتع من خلالها الصحفيين في هذا الجانب. نعم سلطان، ما شاء الله يعني برنامج مثري، وأكيد بأنه أيضا الإعلاميين سيعيشون يعني أيام جميلة ستبقى يعني خالدة أيضا في الذاكرة، وهي فرصة بكل تأكيد أيضا للترويج عن الفرص الاستثمارية من قبل أيضا الإعلاميين. دكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس لجنة الصحفيين بمحافظتي البريمة الظاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذا مثل ما ذكر الدكتور سلطان مشاهدينا الكرام بأن يعني الملتقى سيحوي كثير من البرامج، ويوم غد أيضا نوجه نحن الدعوة للمشاهدين بحضور الفعالية الجماهيرية التي ستحتضنها حديقة البريمي العامة بفقرات متنوعة للأطفال والعائلات كذلك. نتمنى بكل تأكيد التوفيق للمنظمين وأيضا المشاركين من مختلف وسائل الإعلام من مختلف محافظات السلطنة. شكرا للزميل عمر الخميساني المصور الذي رافقني في هذا البث المباشر. أعود إليك بالصوت والصورة الزميلة بيان. شكرا لك أنور الغريبي. أنتم أيضا من تجعلون مساءاتنا مباشرة من خلال أحداث وطنية تقام في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة من خلال كاميراتنا المنتشرة في هذه الولايات. بهذه المتابعة نصل بكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان لا ختام أبدا لألق متابعتكم الطيبة. نلقاكم بإذن الله في حلقة الغد. تحايا عامرة منا جميعا، فريق عمل برنامجكم من عمان والمخرج إبراهيم الزجالي. إلى اللقاء.